مثل ما عم خبرك انت ما يمكن بتفكريني عم بالغ يعني او عم كذب. لا مين قال عم كذب؟ بس شو بدي احلم؟ انا كل ليله ثابت هلا انا وزايد زي من بيتي لهون ايه انا وميسي كل السباب اللي السباب باظين عيونهم لبرا. ليه ما شفت الويتريه حبيبتي؟ شفتك فرقه طلعوا فيي؟ اصلا انا ما بحب صفحاني اصلا بالحياه يعني. لا واضح بس المهم الثقه عزاد. لك يا حبيبتي يا جوجو شو انت حبه وحبتين محمصه قد ما بدك قولي. شوفي شوفي ما شفت شيء ليك حتى ما بين شفتي انا ما بكذب ليك هيدا انزع عم بتطلع هيك طلع فيه بوظ عيونه لبرا هسه اللي قاعد من هيك لك وين رجلك ما تطلعي ايه عم بتطلع فيه مين عينك عنه هلا بتحاشي تشب ايه ما تطلعي فيه مين بدي اعملها طبيعيه روقي العبها طبيعيه لانه انا عيني حالي عم بتطلع لهونيك طلع يلا بتستحي طيب بتستحي ولي شو؟ تعمل هيك طب عيطي له عيط له لا انا صرت في حلقة طب اعطيه وجه اعطيه وجه بس اعمل له مثل ما عمل لي هيك ايه ايه بهال ايه؟ ايه كأنه كان عم يقلي فيه طب اسمعي عم يبصمني اسمعي عم يبصمني عم يبصمني يلا لي بس بصتك انا انت ما بتسأل اهلا وسهلا مرحبا اهلا مرحبا كيفك الحمد لله مرحبا اهلا شو هيدا عز الطلب اسمحي لي اقول لك عز الطلب يا لا بلش لا شوي شوي كثير انا بنت كثير محترمه وشايفه حالي وشريفه وبعد محافظه على حالي كل حياتي لا واضح احكي لي عنك انت بتشتغلي دغري بدك ايه ردي ايه حتى لو ايه حتى ما بين لك احكيني ردي ايه عفوا بس بدي هذا رفيقتي الثقيله بس ها تشتغلي؟ أنا صراحة لا ما بشتغل أنا شو بتعمل احكي لي عنك؟ بحكي عنك؟ ايه أنا ست منزل بنت مثقفة وحلوة وشايفة حالي قد الدنيا وكلفي طبيعي كله 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 ما تفكر لا من خار ولا تخف هيدا كله 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 طبيعي والأهم من هيدا كله اللي تحت نصيبي طيب في مجال هيك نتعاون سوا اتعرف عليكي اكثر انا عندي اراضي كثير وعندي يعني بجنوب بالبقاع اراضي عمد عينك والنظر فينا نتعاون سوا انا كثير حابه انا كثير حابه صراحتك وفوتك دغري بالموضوع يعني ما في لف ودوران دغري هيك انا انسان صريح عن جد وانا بموت بالصراحه الله يخليك كسب اصلا يعني حلو الله يخليك رح احكي لك يعني بدك تعرف علي اكثر يعني ولا بدك نشتغل سوا لا بتعرف عليك وبنشتغل سوا وهيك لقدام الشغل واللي بدك اياه انا بخاطري يا حياتي كلك ذوق انا عندي شقفتين ارض ست دينومات وست دينومات واو ايه وحده زراعة بندورة وحده زراعة بندورة وحده زراعة على رنيس درة عرانيس درة خي ما بحب البندورة طب بتعرفي هلا بهالفترة هاي موسم الطيور قوي كثير عم يجي ياكل البندورات وينقود 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 فشو رايك نشتغل سوا انا وياكي؟ ايه بس انا ما بفهمت انا كيف معقول يعني استغل قدراتي وهيك شو لك بدي يكون كل شيء واضح يعني واضح شو البوست تبعي بالتحديد البوست تبعك يا حبيبه قلبي انه بحطك انا بين شقفتين الارض وبتعملي ايديكي هيك فزاعه عرفتي كيف ما فهمت ما فهمتي رح اقول لك كيف بندوره هون بندوره عرانيس دوره هون عرانيس دوره وانت ما بتمثلي مثل ما انت شكلك هيك بتعملي هيك بس والعصافير ما بتعود تيجي أي إذا النسر بده يجي بيهرب أنا بدك ياني أعمل فزاعة هيك وقف هيك أنا فزاعة بين البندولة والعرانيس مش تعملي أنت فزاعة هلا مش عاملي أنت هيك يعني أنا نقزان منك فكيف إذا العصفور بيجي بيعمل هيك مين بضل رأيي أنت سوء أنت أنا أنت أهبط عندي أراضي أنت مزنون طولي بالك عم دبر لك طز فيك وبأراضيك رح فيني نهارولا لك عم ندبر لك شغل بدي دخل لك فزاعة المنصر هيك بس البديعة البديعة شو بك؟ ما رأينا نديك الله وضعين يا رونا حطي يبدأ عندك اللي وضعين ايه